هذا اليوم اختبار تكنولوجيا اللي هو ضروري من الاتحاد الدولي لمجلس تشغيل البورد لاعتماد الملعب ولاعتماد تقنيه الفيديو في الملعب. غادي نصادقوا اليوم على الملعب في نفس الوقت لنهايه كاس العرش وللبطوله الوطنيه، لانه اي ملعب تنمروا منه تنصادقوا عليه بتواجد الحكام اللي متواجدين الان، هما الحكام اللي غادي يكونوا في النهايه، سواء تعلق الامر في الغرفه ديال المراقبه ديال الفيديو او الحكام اللي متواجدين بربعه.